مرة ثانية أنت كمدير الشؤون السياسية واحد بتكسر فيها مبادرة. هسه أنا بدي أمشي شوي. استأنفنا يا سيدي. وزارة العمل واقفة مع جهة على حساب جهة، الأصل إنها وزارة العمل تقف موقف حيادي، ما إلها دخل من يكون النقيب، من تكون اللجنة، من تكون الهيئة العامة. هي تراقب وتصدر الكتب بناء على قرارات الهيئة العامة. ارتأى عدد من أصحاب المطاعم بعد ما عملوا اجتماع هيئة عامة وإقالة الهيئة الإدارية وتشكيل لجنة لإجراء انتخابات شاملة وتقديمها لوزارة العمل، وبعد التعطيل والتسويف وعدم الاستجابة لمطالبهم، قرر عدد من أصحاب المطاعم والحلويات الاجتماع أمام وزارة العمل للاستفسار عن سبب عدم استجابة مطلبهم، لأنه حسب النظام الأساسي والخطوات والإجراءات القانونية. وزارة العمل أجابت أنه خلال 5 أيام أسبوع سيتم إنهاء هذا الخلاف كامل وإعطاء أصحاب المطاعم والحلويات حقوقهم كاملة. لليوم الآن صف عنا شهر لا يوجد استجابة، تعطيل من وزارة العمل. من هي الأشخاص التي تقف وراء هذا التعطيل؟ يتساءل عدد كبير من أصحاب المطاعم والحلويات. لا إجابة للآن. مصالح الآن مهددة بالانهيار، خدمات معطلة، أمور سلبية كبيرة جدا. مطالبنا نطالب مع الوزير الغزاوي بحل الهيئتين الإدارية القديمة والجديدة وإجراء انتخابات بإشراف وزارة العمل وبإشراف محافظة العاصمة وبإشراف وزارة الداخلية، حتى نقدر إن نجيب هيئة إدارية على نقابة كفؤة تستطيع أن تعمل لصالح أصحاب المطاعم، لأن الهيئة الإدارية الموجودة حاليا تعمل ضد أصحاب المطاعم.